تعالوا نعمل مثلا واحد، تعالوا نعمل واحد بسطرمة كده بالشكل ده. هحط شوية بسطرمة. نصيحة بس يعني بلاش طماطم في السندوتشات، بلاش الطماطم عشان الطماطم في الحر من الحاجات اللي ممكن تحمض وما تبقاش لطيفة أو تبوظ أو حاجة، فبلاش الحاجات اللي هي إيه، خلينا فلفل، جبن، سوسي، الحاجات اللي هي ما يحصلهاش حاجة من حرارة الجو لما أولادنا ياخدوها معاهم. عندي بسطرمة، عندي شوية زيتون، ممكن أحط مثلا شوية جبنة موتزاريلا. تمام، احط شويه جبنه مثلا موتزاريلا، شويه جبنه شيدر، براحتي خالص براحتي خالص، احشي اللي انا عايزاه. تمام، مش شرط تبقى مبشوره على فكره، ممكن عادي جبن زي ما انا حطيت الشيدر مثلا مع السوسيس. وهبدا بالراحه كده الف رول بالشكل ده، انا بعمل عيش زي العيش الفينو بالظبط. تمام، لو حاجه اتقطعت معايا مش مهم خالص، الشكل ده بتلف على بعض وبتدير. اتاكد بس ان انا قفلت الجزء اللي من تحت، وهبدا من هنا اقوم بصوا متكيه قافلاها بالشكل ده كده، واقوم نازله بيها تحت. تمام، كل من الناحيه دي هجيبها كده هقفل بيها. تمام، وهقوم منزله تحت. تمام كده اهو، واعمل البوزه بتاعه الفينو ده بقى بالشكل ده معايا اهو، بالشكل ده اهو. تمام، بالشكل ده كده معايا، احاول اعمل له بصوا البوزه بتاعه الفينو دي بالشكل ده. خلاص، نعمل واحده كمان عشان ندخل الصاج مع بعض. تمام، هقوم حاطه، ممكن نعملها واحده لحمه مفرومه. اللانشون بتاع الفراخ اللي احنا عملناه مع بعض برضو هفكه كده في الاسترتش اللي احنا عملناه مع بعض اول امبارح، وبرضو هننزل مقادير لانشون الفراخ عشان اللي سالتني عليه. اهو لانشون الفراخ اللي احنا كنا عاملينه، وبصوا انا شايلاه في استرتش كده. بس في حاجه نسيت اقولها لكم يوم اللانشون، ان احنا طبعا عملنا اللانشون ده مش هينفع نحط الرول ده في الثلاجه ونفضل نستخدمه كل يوم، لان ده فراخ صافي من غير مواد حافظه من غير الكلام ده كله، فيعني مش هنقدر نحطها اكتر من يومين في الثلاجه. تمام، المقادير اهي معانا، لانشون الفراخ كيلو راك فراخ مخليه، وعندي مكعبين مرق، وعندي بياض بيض، وعندي 4 مكعبات جبنه كريمي، ونص معلقه كاري، ونص معلقه توم بودره، وعندي نص معلقه توم بودره، وعندي كمان نص معلقه بهارات مشكله، نص معلقه ملح، رشه جوزه الطيب، نص معلقه بابريكا. كل ده، كل اللي انا بقوله ده هيتضرب في الكبه. تمام، هينعم تماما، عايزاه ناعم، يبقى انعم حاجه تتخيلوها في حياتكم، ناعم جدا. وهبدا اجيب استرتش وارول فيه اللانشون بتاعي واضغطه كويس عشان ما يبقاش فيه اي هواء وفراغات، وبعدين هقوم عاملاه زي البونبونيه كده، وعاملاه في ورقتين فويل فوق بعض، لازم ورقتين فويل فوق بعض عشان الميه ما تدخلش جوه. وعندي ميه مغليه على النار، هقوم ساقطه الرول بتاع اللانشون بتاعي، سواء بقى فراخ سواء لحمه، بنفس الطريقه، وهيبقى معايا بالشكل ده. انا حشيته يوميها زيتون وفلفل اسود حب، فتقدروا برضو اللي انتوا تحشوه زيتون وفلفل. بصوا الزيتون باين اهو معاكم من هنا، فتقدروا ان انتوا تحشوه برضو فلفل اسود او زيتون حب. بصوا تعالوا نقطع برضو جزء كده منه. كنت بقول لكم بقى ان احنا مش هينفع نحطه في التلاجة كتير. الزيتون بس هعصلك معايا، معلش انا مش مالكة كده اهو، بالظبط كده بالشكل ده اهو معايا. تمام، بالشكل معايا ده. تمام، ونبدا بقى نحشي بيه. يبقى ده لانشون الفراخ، نحط كل المكونات اللي احنا نزلنا مقاديرها دي على في الكبه لحد ما ينعم خالص، هنحطه في ورق استريتش وبعدين فويل مرتين، وهنسقطه في ميه مغليه قد ايه، من ساعه لربع ساعه. معانا تليفون، داليا. حضرتك ازيك يا داليا؟ الله يسلمك. عايزه بس اسال عن طريقه اللانشون باللحمه.
حاضر. بصي نفس طريقة اللانشون الفراخ اللي احنا نزلناها هنزلها لك حالا تاني، بس هنزود عليها رشة نص معلقة قرفة على المقدار، وفي ناس بتحط له لون أحمر، يعني لون أحمر عشان يديني نفس لون طعام أحمر، يعني عشان يديني نفس الشكل اللي احنا بنجيبه من بره. فلو برضو يعني هو ده الإضافة اللي هتبقى مضافة لللانشون فراخ قدامنا تاني. عندي نجيبه من الأول خالص، عندي بدل الوراك الفراخ طبعا هجيب كيلو لحمة مفرومة متنعمة خالص، معمولة وشين أو ثلاث وشوش كمان قبل ما احطها في الكبة، وعندي مكعبين مرق، وعندي 2 بياض بيض، وعندي 4 مكعبات جبنة كريمي، نص معلقة الكاري بس هشيلها هحط مكانها قرفة، نص معلقة توم بودرة، وعندي كمان احط نص معلقة القرفة جوزة الطيب، رشة جوزة الطيب. نجيب بقية المقادير، نص معلقة بهارات مشكلة، نص معلقة ملح، ونص معلقة بابريكا، وزي ما قلت لكم نزود لون أحمر بتاع الطعام اللي هو الصحي ده عشان يديني نفس الطعم اللي بره. كل ده في الكبة، بس أكون منعمة اللحمة وشين ثلاثة في المفرمة قبل ما أشتغل فيها عشان تبقى ناعمة خالص معايا. بنفس الشكل هجيب الاسترتش هعمله رول، هعمله هضغطه من الجنبين، وبعدين باتنين فويل أو ثلاثة فويل عشان أضمن المية ما تدخلوش في مية سخنة. قد إيه؟ حوالي ساعة، يعني الرول ده قعد معايا ساعة في المية السخنة خلاص؟ طيب أنا لو عايزة بقى أحفظه، أنا كنت بتكلم في الموضوع ده عشان الموضوع ده مهم جدا بالنسبة لي، لو عايزة أحفظه هحفظه إزاي؟ هحفظه إن أنا أحطه في الفريزر، يعني مثلا أنا عندي ولادي مثلا هياكلوا الجزء ده النهاردة، يعني الجزء ده مثلا تمام؟ الربع مثلا، ربع الشكل، ربع الرول بالشكل ده تمام، هقوم قطعاه وحطه ده في التلاجة والباقي في الفريزر. تاني يوم أبدأ أطلع منه في الفريزر قطعة قطعة، لكن ما ينفعش أحطه في التلاجة أسبوع ولا حاجة، لا طبعا ده كله صافي فراخ. فبرضو النقطة دي يا جماعة ناخد بالنا منها كويس جدا، اللانشون بتاع البيت غير اللانشون بتاع برة، بيبقى فيه مواد حافظة وحاجات تحافظ عليه إن هي برضو تقعد. ومع ذلك برضو على فكرة اللانشون من الحاجات حتى لو بنجيبه من برة من أكتر الحاجات اللي صلاحيتها قصيرة، يعني برضو هتلاقيه لو اتسف التلاجة أكتر يعني أسبوع ماكسيمم هتلاقيه بعد كده ريحته ما بقتش حلوة ومبقاش لطيف خلاص. طيب عندي هعمل كمان واحد كده عشان أدخل الصاج ده، هحط زي ما قلت لكم نقطة زيت، نقطة صغيرة ماشي بالشكل ده كده، وهقوم فرداها ومن فوق حطها على العجين بتاعي تمام. نقدر بقى ان احنا يوم في الاسبوع كده نقعد نعمل اللي احنا بنعمله ده، هياخد معانا مثلا ساعتين شغل ولا حاجه، بس هيريحنا طول الاسبوع. طول الاسبوع بقى هنبقى مرتاحين ان السندوتشات عندنا في الفريزر، السندوتشات اللي انا بعملها دي كلها بعد ما هسويها هتدخل فريزر. بعد ما تدخل فريزر هقوم بقى مطلعة مثلا عندهم بكرة عايزين ياكلوا ايه، عايزين ياكلوا سندوتشات السوسيس، هقوم مطلعاها حطها في اللانش بوكس كده من قبلها بيوم، وحط اللانش بوكس بتاعي في التلاجة طبعا ما سيبهوش برا عشان السندوتشات ما يحصلهاش حاجة، والصبح وهم رايحين مدرسة اديهم سندوتشاتهم خلاص جاهزة، ابدأ اطلع من الفريزر الكميات اللي انا عايزاها. اعمل كده اسبوع هرتاح، يوم واحد في الاسبوع هرتاح طول الاسبوع. انا هعمل ايه؟ هعمل اللحمه المفرومه، نعمل حشو اللحمه المفرومه اهو، احط شويه كده بالشكل ده تمام. تحكموا بقى اولادكم بيحبوا حشو كتير حشو قليل زي ما انتوا حابين. هجيب الجزر، ممكن احط لهم شويه جزر كده مبشور، وابدا الف رول. ما بالظبط طبعا الولاد الصغيره لما بيلاقوا حاجه فيها الوان، فلفل الوان وجزر والكلام ده بيحبوه جدا، والف رول بالشكل ده واقفل من هنا ومن هنا، واقوم عامله البوزه كده من تحت كده عشان ادي شكل، اشكل شكل العيش الفينو تمام. المهم بس الفتحه دي تبقى من تحت عشان ما تفتحش معايا في الفرن خلاص. طب لو عايزه اعمل له فتحات كده بالشكل ده اقدر اجيب سكينه واعمل له فتحات بالشكل اللي انتوا شايفينها دي اهو تمام، اهو بالشكل ده
تمام، تقدروا تعملوه كده، تقدروا تعملوه كده كشكل من الاشكال العيش اللي احنا بنجيبها، فزي ما انتوا حابين ومفضلين اعملوه. خلاص هجيب بقى الصاج بتاعي واحط الرغيف الرابع، وهبدا اجيب صفار البيض اللي انا رش عليه ملح وفلفل اسود، وابدا ادهن العيش بتاعي. وبعدين بقى فكره حلوه ولا حشو يقع، وخصوصا الولاد الصغيرين خالص اللي هم في كيجي والكلام ده كله، حشو بيقع منهم من السندوتشات، بتلاقيهم شالوا الجبنه وسابوا العيش يعني، فده حاجه حلوه جدا ان هو برده بيحافظ ان هو ما يبهدلوش الدنيا، وخصوصا الاطفال اللي لسه داخلين مدرسه جديد. تمام اهو، حاجه معموله بيتي بطريقه حلوه ونظيفه ومضمونه، تقدروا تعملوا كل الكلام ده. واللانشون لو عاملينه برده تحشوه في السندوتشات دي، بس زي ما قلت لكم اهم حاجه اللانشون ان احنا ما نسيبوش في الثلاجه يا جماعه، عشان ده لحمه او فراخ صافين، فما ينفعش اسيب لحمه او فراخ في الثلاجه لمده اسبوع. تمام، فدي برده لازم نعمل حسابها. الحاجات اللي احنا بنعملها في البيت بتبقى المواد الحافظه فيها مش موجوده، فما بتدينيش، ما بقدرش احتفظ بيها بره الفريزر او بره التجميد وقت كبير. فزي ما قلت لكم كده، خدوا احتياجكم والباقي ابداوا شيلوه في الفريزر. اهو بالشكل ده كده ندهن صفار البيض، بيديني لون احسن من البيضه. عايزين البيضه برده ممكن مفيش مشكله، بس عشان اللزوجه بتاعت البياض خففوها بشويه ميه كده او لبن، وممكن تحطوا عليها برده معلقه قهوه سريعه الذوبان، بتدي لون من فوق كده او نص معلقه يعني، مش اكتر من كده. طيب عندي بقى هنا ايه؟ عندي سمسم، عندي زعتر، عندي ممكن لو كمون، عندي حبه البركه، ممكن شويه جبنه رومي من فوق الوش، اي حاجه احنا عايزينها اهو. وتقدروا بقى تعملوا ان انتوا تميزوا السندوتشات دي بايه بالكلام ده، يعني مثلا السوسيس تحطوا له سمسم، الجبنه تحطوا له زعتر، مثلا اللحمه المفرومه تحطوا له مثلا حبه البركه، يعني تقدروا تميزوا ما بين السندوتشات بالكلام ده. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نعمل واحد بالكمون بالزعتر ولا ايه. تمام، مش حابين خالص تحطوا على الوش مفيش مشكله، حطوا جبنه، يعني تقدروا بقى ده يخليكم تميزوا، لان انتوا هيبقى الساندوتش مقفول، فانتوا مش عارفين الساندوتش ده محشي ايه، فتقدروا بقى تبقوا عارفين السمسم محشي سوسيس، حبه البركه محشي مثلا جبنه، وهكذا يعني. ده كمان غير الشكل اللي انتوا حابينه، برضو بيخلينا نفرق ما بين نوع السندوتشات والحشو اللي موجود جوه. هدخله فرن على قد ايه؟ هدخله فرن اعلى درجه. تمام، اعلى درجه عندي 250 270 300 اعلى درجه موجوده عندي فوق وتحت، بياخد حوالي 10 دقائق. زي ما قلت لكم دايما بقول الكلام ده وبكرره، ثابت في كل المعجنات والعيش والبيتزا والكلام ده كله، ماكسيمم 10 دقايق يا جماعه وهطلعه، مش هقعده نص ساعه وينشف معايا ويبقى حجر وبعدين اقول نشف ليه. 10 دقايق ماكسيمم، شغال على اعلى درجه، متسخن قبليها حوالي بنص ساعه، وشغال فوق وتحت، هسيبه حوالي 10 دقايق، وبعد ال 10 دقايق هبدا اطلعه، هيبقى وشه اتحمر ومن تحت اتحمر وطري معايا وزي الفل. طب لو انا الفرن عندي ما بيولعش غير من تحت بس، عشان ده سؤال بتسأله كتير جدا على الصفحه، عندي الفرن بتاعي ما بيولعش الاثنين مع بعض، هشغله من تحت اسخنه نص ساعه كويس جدا، وبعدين ادخل العيش بتاعي فيه، مفيش يا دوب 7 دقايق اول ما يبتدي ياخد لون كده ذهبي فاتح كده من تحت ويتحرك، هقوم طافيه تحت ومشغله فوق. خلاص هنطلع بقى فاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل بقيه حاجاتنا ونرد على اسئلتنا، واوريكم العيش كمان بعد ما طلع بقى شكله عامل ازاي. استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض كذا حشوه، قلنا بيتعملوا ازاي، وعملنا مع بعض حشوه الفراخ واللحمه، وقلنا افكار حشوات تقدروا تستخدموها في السندوتشات، وكمان عملنا معاكم عجينه الجبنه. قدامكم اهي السندوتشات بعد ما طلعت،
بجد يا جماعه في منتهى الجمال وانضف من بره كتير. تقدروا بقى تعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها، تقدروا تعملوا مثلا حوالي نص 2 كيلو مثلا او حاجه، وتبداوا بقى تعملوها يوم في الاسبوع كده تخصصوه للسندوتشات. يعني زي ما انتوا شفتوا احنا اشتغلنا فيهم من اول الحلقه معاك اهو بمنتهى البساطه، عملنا العجينه وعملنا وحضرنا كذا حشوه وشغالين من اول الحلقه لحد دلوقتي، وده انا كنت خبزاه قبل على طول الحلقه، واللي انا مودياه في الفرن برضو هبص عليه ما بياخدش حوالي 10 دقايق ان شاء الله كمان يطلع قبل ما نقفل الحلقه واوريه لكم. ما بياخدش وقت خالص، بعد ما هنسيبه يهدى كده ويبرد هقوم جايبه اكياس نظيفه وحطاها في والفه واحطه في الفريزر وابدا ان انا اطلع منه واحده واحده. تعالوا بقى نشوف مثلا العيش، بصوا شايفين عامل ازاي، شايفين طري ازاي، بصوا العيش في منتهى الجمال وطري، بصوا عايزه اوريه لكم. تمام، بصوا العيش، بصوا الجمال بجد وطري جدا وفي منتهى الجمال، بصوا شايفين اهو، هنفتحه مثلا كده، بصوا شايفين اهو، شايفين الحلاوه والجمال، بجد طعمه احلى مليون مره من اي عيش فينو ولا الكلام ده كله، صحي وفي البيت وبنعمله لاولادنا في منتهى الجمال. شايفين طري ازاي ومستوي من جوه اهو، بصوا شايفين الطراوه بتاعته، حلو جدا. تمام اهو بالشكل ده كده.